في الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي هياخد مننا وقت شويه طويل شويه، استحملونا فيه لانه مهم وتفاصيله هتبين لك ايه اللي بيحصل ما بين الدول، ايه اللي بيحصل في حكايه الازمه المصريه السعوديه او فكره خلافات النظر الموجوده ما بين القاهره والرياض، وازاي الاعلام احيانا بيكون سبب رئيسي والصحافه احيانا سبب رئيسي في شعلله الجو. احنا دلوقتي دخلنا مسلسل جديد من الاشتباكات ما بين اعلاميين مصريين واعلاميين سعوديين. وقبل ما نقول لحضرتك اللي بيحصل ده ونحلله بشكل عملي واخلاقي، خلينا نروح لمربط الفرس، طرف الخيط الاولاني في الموضوع ده. خلينا نرجع لورا كده فتره، شهر او شهرين، هنكتشف ان كان في كاتب سعودي بالمناسبه اصوله تركيه اسمه جمال خشاشجي، كاتب مقال في الحياه اللندنيه عنوانه لكل زمان دولة ورجال وسياسة خارجية. المقال ده يدوبك اتنشر بعد ما الملك عبد الله اتدفن والناس خلصت الجنازة والأسرة الملكة خدت العزاء، نزل بعدها على طول خبط لزق. والمعنى الصريح للمقال كان عبارة عن رسالة لمصر، رسالة بتقول إن الملك عبد الله راح وخلص زمن الاهتمام السعودي بمصر، وخلصت حقبة الشراكة، وكل سنة وانتم طيبين يا مصريين، ابقوا تعالوا قابلوني. ده اللي كان بيقوله جمال خشاشجي، وبيقول في المقال كمان انه الملك سلمان عنده سياسة جديدة، فمعلش هارد لك يا مصريين. ومن مقاله ده كان في سطرين بيقولوا عشان تفهموا احنا بنتكلم عن ايه، سطرين بيقولوا: وبات سقوط قتلى مصريين كل يوم في شوارع القاهرة وبقية المدن من اجل حماية النظام خبرا عاديا، مما عمق الانقسام والاستقطاب وجعل المصالحة الوطنية المنشودة أصعب وأبعد، وليس هذا بالتأكيد ما تريده السعودية والولايات المتحدة لمستقبل هذا البلد المهم. نعم، واخدين الراجل بيرمي لفين؟ ليس هذا ما تريده السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لمستقبل هذا الوطن المهم. الراجل ده بعد الملك عبد الله مات على طول طلع يقول لك: لا يا حبيبي، لا حبيبي، احنا اللي بنرسم لكم انتوا عاوزين ايه، احنا والأمريكان. وهو في المقال ده لما تركز معاه هتلاقيه بيتكلم طول الوقت في المقال ده عكس المقالات القديمة. في المقالات القديمة كان دايما يوصف مصر بأن هي الشقيقة الكبرى أو الشقيقة مصر بس، في المقال ده بدأ يوصف مصر بالبلد المهم مش الشقيقة، اللفظ اللي عادة بيستخدمه كتاب العرب لما بيكتبوا عن مصر. مش دي برضو قضيتنا. في جزء تاني من المقال ده اللي كان بداية الأزمة الحقيقية كتب بيقول انه مفيش حل سحري لاي من القضايا اللي موجود في مصر، وان علينا كلنا ان احنا نتوقع الاسوأ، وان كل القضايا اللي موجوده في مصر هتفضل موجوده لعده عقود طويله بكل تعقيداتها. شفت الراجل؟ شفت التفاؤل بتاعه؟ بيقول لك انت كمصري اعرف ان امورك كلها سودة، مفيش حلول. وبعدين قال لك بقى احنا محتاجين سياسه احتوائيه لا اقصائيه، واعلاء قيم حقوق الانسان، وتشجيع على المشاركه، منع السلاح عن الجميع هيكون فكرة حلوة، وأخيرا محتاجين، بص سيبك من كل اللي فات ده، مش عاوز أقول له بص على الدول اللي أنت عايش فيها، مش هقول كده، بس هو بيقول لك وأخيرا محتاجين. الأستاذ جمال خشاشجي الكاتب السعودي اللي من أصل تركي بيقول: وأخيرا مصر تحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة سعودية أمريكية تركية، وظيفتها إطفاء الحرائق والمصالحة وكل ما سبق. يعني باختصار سيادة الكاتب السعودي كان عاوز يحط مصر تحت وصاية سعودية أمريكية تركية تدير للبلد دي شؤونها الخاصة، وتعلمنا ازاي نعيش ونمارس السياسة والديمقراطية والحرية. شفت الجمال؟ طبعا انت فاهم انا عاوز اقول ايه. في حتة تانية من المقال بيقول ان تركيا تحتاج للنظر في ان علاقتها الاستراتيجية مع السعودية اهم من مجرد نصرة الاخوان. يعني الراجل يا جماعة بيوفق راسين في الحلال، بيقول الأتراك خلاص بقى الملك عبد الله مشي والوضع جاي تاني، تعالوا على الإخوان شوية علشان تبقوا في حضن المملكة. الراجل بيلح على تقديم وجهة نظره اللي بتقول المفروض السعودية وتركيا يكونوا حلفاء وينقذوا المنطقة، وسيبكم بقى من مصر بأزماتها الداخلية بالعك اللي عندها. الراجل عاوز يخرج مصر من بره اللعبة. الراجل لمح شوية في المقال ده لكن ما قدرش يمسك نفسه يا عيني، وراح كتب بعدها مقال بعنوان سياسة شرق أوسطية جديدة من دون الإخوان. وفي المقال ده ممكن نقرأ لكم منه سطرين بيقول فيهم إن التعاون السعودي التركي ضروري للمواجهة المقبلة، وإن ده في مصلحة مصر الدولة.
وليست المملكة في معرض الاختيار بينها وبين تركيا، فهي لن تنتقل من حال العداء للإخوان إلى التحالف معهم، كما أنها لن تنتقل من حال التحالف والشيك على بياض، وفق الزميل في هذه الصحيفة الدكتور خالد الدخيل في مقالته الأسبوع الماضي، إلى التخلي عنهم، إنما ستكون في منزلة وسطى بين المنازل الأربعة السابق ذكرها. لكن تخيل بقى حضرتك الكلام ده كله اللي قاله الأستاذ جمال خشاشجي، مش هو برضو سبب اندلاع العداء ما بين الأستاذ خشاشجي وبين الإعلاميين المصريين؟ كل اللي فات ده تم التعامل معاه من قبل نحن المصريين ومن قبل الإعلام المصري إن هي وجهات نظر لصحفي سعودي أو كاتب سعودي، عادي جدا. ما قلناش إن هو بيضرب في السعودية في مصر، ما قلناش إن هو ضد مصر، ما قلناش إن هو ممول من دولة تانية علشان يهد في مصر، ولا قلنا إن هو بيمثل السعودية، زي ما بعض الكتاب السعوديين بيحاولوا يقولوا إنه بعض الكتاب المصريين لما بينتقدوا السعودية بيمثلوا النظام المصري أو بيكتبوا ده مدفوعين بأجر. لا، إحنا كمصريين قلنا يا جماعة ده عادي، وجهات نظر، حرية رأي، راجل عنده رأي عاوز يقوله، إحنا ناس حاسن النية أو الحقيقة. المشكلة إنه كل الكلام اللي هو بيقوله ده ما قلناش عليه لأ، ما اعترضناش عليه، رغم إنه هو بيروج للمشروع التركي في المنطقة، ورغم ان جمال خشاشجي هو واحد من انبياء هذا المشروع ودعاته في هذه المنطقة، وواحد من اهم تروس الماكينة بتاعته في الصحافة العربية. لكن المقال بقى اللي عمل ازمة هو المقال اللي انا اقدر اوصفه وانا مرتاح الضمير جدا بانه ناقم وحاقد، مقال نشره تحت عنوان حتى لا تسقط مصر في فخ داعش. المقال ده الاستاذ خشاشجي طور من نفسه كتير جدا، وطور من تعبيراته اللي بتعبر عن الغل تجاه مصر، وقال انه انقذ مجلس الامن والمجتمع الدولي مصر من الوقوع في فخ نصبه تنظيم داعش لمصر ولجيشها، عندما رفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا. وقال في المقال ده ان الرئيس السيسي اكتفى بغارات جوية على ما وصفه بمعاقل داعش في درنة. يعني الراجل هنا حتى بيشكك في الاهداف اللي مصر ضربتها في ليبيا، بيحط شوية سم زعاف جوه العسل اللي هو عاوز يقوله ان هو يعني خايف على مصر وكده. وبعدين اتنقل بقى على الاعلام المصري وقال لك بعض الاعلاميين المصريين ذهبوا الى حد التأكيد ان الغارات اصابت بدقة عدد من الارهابيين الذين نفذوا جريمة الذبح، وقال ان كلام الاعلاميين المصريين ده مناسب للاستهلاك المحلي، لكن الخبراء يعلمون ان القصف الدقيق الذي يصيب مكانا بعينه حددته استخبارات مسبقة يحتاج إلى قنابل ذكية أو طيار مغامر يقصف من علو منخفض، وكل ذلك غير متوافر عند سلاح الجو المصري وكذلك الأردني الذي سبقه في قصف مواقع داعش في العراق. يفتقدان القنابل الذكية والطيران المنخفض تكلفته باهظة. حضرتك نصبت نفسك يا أستاذ جمال فجأة كده خبير عسكري واستراتيجي؟ طب إيه رأيك إنه أول ناس قالوا إن الطائرات المصرية أصابت معاقل داعش بدقة في ليبيا ما كانش الإعلام المصري، بالعكس ده كان الإعلام الأمريكي والإعلام الإنجليزي، وتحديدا وكالة أسوشيتد بريس، وتحديدا جورنال الشرق الأوسط اللي حضرتك بتكتب فيه، ولم تتهمه بأي شيء من هذه الأمور. وبعدين قال في المقال بتاعه إن الموقف الخليجي الأخير والموحد الذي أعلن صراحة رفض اتهامات الحكومة المصرية لدولة قطر بدعم الإرهاب، لأن الأخيرة رفضت الحماسة المصرية للحرب في ليبيا، هو موقف محب لمصر ومدرك لواقعها السياسي وقدرتها العسكرية. إحنا صعبين عليك قوي وعسكريا صعبين عليك يا أستاذ جمال، على فكرة ترتيبنا في جيوش العالم قبل المنطقة دي بكتير قوي يا أستاذ جمال، قبل حضرتك والدولة اللي أنت فيها والدول اللي جنبك، ترتيبنا عسكريا طبقا للمعلومات اللي أنت بتقول أنك بتستقيها وتحترمها، ترتيبنا معلوماتيا وإحصائيا قبلكم بكتير قوي قوي. وبعدين قال لابد لمحبي مصر أن يمنعوها من الوقوع في فخ داعش وجرها إلى حرب في ليبيا. حلو حلو، شوفوا بقى كم المغالطات في التوصيفات اللي عملها الأستاذ جمال خشاشجي، اللي هو الحقيقة بيحاول يبدو وكأنه كاتب محترف ولكنه بيسقط في أخطاء هواة وغله طافح عليه، وحقد ورغبته في الترويج او نصرة الجانب التركي على الجانب المصري طفح عليه. يعني
هو شكك في الضربة الجوية المصرية ضد داعش ليبيا، واعتبر الإعلاميين المصريين اللي نقلوا بيان الرئاسة والجيش كذابين ومضخمين الموضوع. وبعد كده هو نفسه تصدى لتناول هذه الضربة بالغمز واللمز، وعمل فيها خبير عسكري رغم انه كان بيعيب على نفس الصحفيين والاعلاميين المصريين ان هم عاملين فيها خبراء عسكريين. وبعد كده في نفس المقال احتفى بتصريحات دول مجلس التعاون الخليجي اللي هي اتنفت في اخر اليوم على لسان الزياني امين المجلس شخصيا. ومع ذلك ولانه لا يفهم جيدا معنى ان تكون كاتب كبير ومحترم لم يخرج للاعتذار. جمال خشاشجي يا جماعه بطل هذه الفقره، هو اللي بدا التحريض ضد الاستاذ ابراهيم عيسى. ليه؟ لان ابراهيم عيسى قال وجهه نظره في السياسات السعوديه في المنطقه. عادي، وجهه نظر الاعلامي، زي ما الاستاذ جمال خشاشجي انتقد مصر بل واظهر حقدا على مصر، الاستاذ ابراهيم عيسى قال قراءه في مشهد يخص السعوديه. يا سيدي عادي، وجهة نظره. بسبب هذه القراءة اللي احنا احترمنا الأستاذ جمال خشاشجي لما قدمها وناقشناه فيها بالعقل لو تفتكروا في حلقة من شهر، بسبب الأمر ده أو هذا الرأي اللي قاله زبرة معيسى بدأ يتعرض لسلسلة من الشتم في الإعلام السعودي. ثم بدأ بعض كتاب السعوديين يدخلوا مع الأستاذ جمال خشاشجي في حلف لشتيمة الإعلام المصري كله. المشكلة إن الأستاذ جمال اللي عامل نفسه كان بيؤيد خطى الملك عبد الله المسانده لمصر، هو دلوقتي اللي بينتقد خطى الملك عبد الله. وزي ما تعودنا في الصحافه اليوم ان احنا عندنا ملك متوج اسمه الارشيف، والارشيف ما بيرحمش وما بيعتقش اي حد يا جماعه. يعني مثلا تعالوا نقرا الاستاذ جمال خشاشجي كتب ايه في يونيو الماضي قبل وفاه الملك عبد الله، في حياه الملك عبد الله. كتب في جورنان الحياه مقال عنوانه خريطه طريق الملك عبد الله لمصر، الاقتصاد والعدل والحوار، وقال فيه ان الاقتصاد والعدل والحوار هو ده مختصر خريطه طريق اخرى قدمها العاهل السعودي الملك عبد الله لمصر في ثنايا خطاب تهنئته لرئيسها الجديد عبد الفتاح السيسي. الخطاب خطاب محب، والنصيحه نصيحه حكيم خبر الزمان وتقلباته، فهل لها من سبيل في مصر؟ وإذا كان الإخوان والاشتراكيون الثوريون وقوى الشباب المصري الغاضب هم التطرف، فإن دواءهم وفق خريطة طريق الملك إصلاح الاقتصاد والعدل والحوار. آه والله حضرتك، كل اللي بتقراه ده هو اللي كتبه الأستاذ جمال خشاشجي، نفس الشخص اللي كتب بعد كده انتقد طريقة الملك عبد الله في التعامل مع مصر. تخيل حضرتك، عايز تفهم الأستاذ جمال أكتر من كده؟ عاوز تفهمه أكتر؟ عاوز تعرف إحنا ليه مخلينه بطل هذه الفقرة وكأنه هو أو لأن هو السبب في الأزمة الموجودة حالياً؟ هقرأ لك تويتين، تغريدتان كتبهما الأستاذ جمال خشاشجي على حسابه في موقع تويتر. لما تقراهم وتقارن ما بينهم وبين بعض هتفهم الراجل ده الغل جواه قد إيه. التويتة الأولى كتب فيها بيقول: دعوة البعض للجهاد ضد الحوثيين تحريض مقيت وجهل بأحوال اليمن وأهله الصابرين فوق برميل بارود. اليمن بحاجة للتهدئة وتقديم الحلول السياسية على الحرب. الله عليك يا أستاذ جمال، الله عليك، الله عليك، الله عليك، رجل عظيم وعائل اهوت وهادي، هادي ضد الحرب على اليمن اهوت، وبيقول لك لا 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 ما ينفعش نتدخل عسكريين، عاوزين حل سياسي. بس المفاجأة ان هو يعني مش عارف اقولها ازاي، يعني هو ما قدرش يكمل، ما كانش عنده الشجاعه انه يكمل في الدفاع عن وجهه نظره. هي البوصله وقتها كانت رايحه لكده. فعلى طول لانه كاتب يكتب وفق ما تشير اليه بوصله من يحركه، قام كاتب تويته ثانيه على طول بعد ما السعوديه بدات عمليه عاصفه الحزم، كتب في هذه التويته يقول: هذه بلادي التي اعرفها، هذا هو الحزم الذي ينقذ المنطقه، اليوم اليمن وغدا سوريا ومن بعدها سلم ورخاء في مشرق عربي جديد. طب والحل السياسي يا استاذ جمال؟ الحل السياسي وبرميل البارود والحكمه في عدم التدخل في اليمن وسوريا. طب والحل العسكري المصري اللي انت كنت بتنصح مصر ان هي لا تتدخل في ليبيا عسكريا لان الحوار والحل السياسي؟ ولا هو حرام لمصر تدافع عن ارضها وحلال للسعودية والدول التانيين دفعوا عن أرضهم يا أستاذ جمال؟
وحلله تركيا تدك في سوريا عادي جدا برضو يا استاذ جمال. ولا ايه يا استاذ جمال؟ يعني هو حلال لتركيا تدافع عن ارضها وتضرب في سوريا وتمول داعش عادي، وتتعاون مع داعش وتحالف مع داعش وتهرب بترول داعش وتسرق بترول داعش وتتاجر في بترول داعش، وحرام لمصر تدافع عن حدودها يا استاذ جمال؟ مش هنعلق، لان التويتين دول هما شهاده وفاه الاستاذ جمال خاشقجي اللي كتبها بخط ايده، شهاده اثبات زيفه وزيف وجهات نظره وتزوير وحقد وغل بيملوا عقله وقلبه وبيحركوه. بس برضه الازمه مش هنا، لسه الازمه ما جتش. الازمه ان الاستاذ جمال خاشقجي ولع الحقيقه، الحقيقه ولع في فتيل الحرب دلوقتي ما بين الاعلام المصري والسعودي، وعمل اجواء من الكراهيه كده في بعض الجرايد مش قادرين نستوعبها. احنا فاهمين ان هو بيعمل كده علشان راجل بينفذ الاجنده بتاعت انقره في المنطقه عادي جدا، لكن مش قادرين نستوعب ازاي الكل وقع في هذا الفخ. مش بس لانه انتقد الاستاذ ابراهيم عيسى، انا اسف، لا، لان هو كمان بدا يعمم فكره التشكيك والتخوين وحولها لكره ثلج عماله بتكبر وتورط ناس تانية كتير تكتب وتنتقد ببينه وغير بينه. وعلشان ما اطولش عليك هاخد مثال برضو واحد من جريدة عقاز، ومقال الحقيقة ينتمي لهذه الفئة اللي احنا بنصفها بالإعلام المترنح اللي هو مش عارف بوصلته رايحة فين، كتبه خالد السليمان. المقال ده جزء من سلسلة التراشق ما بين إعلام البلدين، وكتب في المقال ده بيقول: ما يجري اليوم في بعض وسائل الإعلام الصفراء في بعض الدول العربية ضد المملكة وموقفها المشرفة هو نفسه ما جرى في كل مرحلة حرجة وأزمة عابرة بذلت فيها المملكة التضحيات في معالجة الأمور وتركت لغيرها اكترار الشعارات الفارغة والخطب الرنانة أنهم مجرد قنابل صوتية وتجار شنطة يخرجون في مواسم اللطم عند كل نصية لبيع أنفسهم بأحبارهم الملوثة وقلوبهم الموحلة. ونفهم من تجتمع عداوة النظام وإعلامه، ولكن أن يكون النظام صديقا وبعض إعلامه عدوا فهذا عجيب. يا سيدي حاضر، ينفع حضرتك يا أستاذ خالد السليمان تطبق لنا الكلام ده على اللي حضرتك كاتبه وعلى الاستاذ جمال خاشقجي اللي بيكتبه بقاله 3 شهور؟ يعني اذا كنت هتعتبر راي صحفي مصري او اعلامي مصري ضد السعوديه عباره عن اتجار في الشنطه او تنفيذ لاجندات الغير او محاوله للنيل المملكه العربيه السعوديه، او بتشكك في انه حتى الدوله المصريه هتكون ورا ده، هل ينفع ناخد نفس المقال بتاع حضرتك ده وطبقه على كتابات الاستاذ جمال خاشقجي اللي طول الوقت انتوا بتقدموه في السعوديه على انه كاتب مقرب من النظام، على ان السعوديه بتلعب معانا او تلعب في المنطقه بوجهين؟ الاستاذ جمال خاشقجي تركي الاصول ومتعاطف مع امير المؤمنين رجب اردوغان، وبيقولها بكل صراحه. انا بقول له اذا كان سمعنا ان هو واللي زيه ممكن يروح يقعد هناك في عاصمة الخلافة في أنقرة، إنما يقعد هنا علشان يسمم هذه الأجواء ونخلق برضو معركة إعلامية وتراشق إعلامي لن يجني من وراء أحد أي شيء، زي ما عشنا 2 3 سنين الصحافة المصرية والصحافة القطرية عمالين بيقطعوا في بعض، وفجأة الصحافة دي والصحافة دي بقى شكلهم وحش قوي وهم كلهم بيكتبوا حلو تاني عن العلاقات ما بين البلدين. أول ما بدت بشرى تقارب أو مؤشرات تقارب، شكلكوا هيبقى إيه يا أستاذ خالد سليمان والأستاذ جمال خاشقجي وحتى بعض الصحفيين اللي هنا في مصر اللي عاوزين يركبوا على الموجة، لما يطلع رئيس المصري أو الملك السعودي ويقول كفاية الإعلام يبث كراهية؟ شكلكوا إيه لما الصحافة طول الوقت تبقى هي الأداة اللي الناس بتستخدمها علشان يتقال إن هي بتعمل فرقة ما بين الدول العربية؟ يا ريت يا أستاذ جمال الخاشقجي ومن معك تبطلوا كراهية في مصر شوية، لأن اللي بيكره مصر، خدها مني حكمة والله العظيم، اللي بيكره مصر مصر بتسحقه، والله بتسحقه. روح استرزق بعيد عن شتيمة مصر، روح استرزق بعيد عن شتيمة مصر. شوف بعض مصر.
مصري تايه يا ولاد الحلال، ما شفتوش المصري ابو دم خفيف؟ محدش شاف المصري الشهم الجدع، الفهلاوي ابو البدع، المصري ابو كلمه حلوه، اللي كلامه غنوه، المصري ابو الكرم، البطل اللي بنى الهرم. عايزين ندور عليه جوانا، رايدينه يرجع يعيش معانا، يرجع لاجل نرجع بجد.